أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أكيد الجميع حاليا منشغل يترقب الكسوف الشمسي الأخير لهذا القرن، ومع هذه التحضيرات والتوقعات والتحذيرات التي تتم في هذه الأثناء على كوكبنا الأرضي تجاه هذا الكسوف ونتائجه، يسرنا أن نستضيف ولأول مرة على محطة تربل سي اس كبير الروحانيين والفلكيين. ضيفنا اليوم كان له عدة تنبؤات، نذكر منها فوز فرنسا بكأس العالم، موت أميرة القلوب ديانا، الفيضان في قبرص، مصر، لبنان، الجفاف في الشرق الأوسط. اسمكم جميعا نرحب بضيفنا. مولانا، نرحب فيك. شكرا، وجعلها الله سنة وقرنا وألفية مباركة بإذن الله. آمين يا رب. مولانا، منين بتحب نبدأ؟ أنت يا سيدتي برج العذراء. إيه مظبوط، أنا من برج العذراء. فإذا نبدأ من برج العذراء. من برجي؟ نعم. برجك يا سيدتي الفاضلة يعني فيما يعنيه الكسوف. الكسوف أي الخجل، وعندما ينكسف الشيء يخجل. والشمس لما بتنكسف وقت الشمس بتخجل معناها كلنا لازم نخجل على حالنا ونقعد ببيوتنا ونسكر على حالنا. والحقيقة العلمية أنا بشوفها مختلفة تماما عن ما هو سائد عند كل العلماء. مثلا الشمس أنثى والأرض أنثى واثنيناتهم بينكسفوا، بينما القمر واحد جير واحد، وقت اللي بيطلع بالشمس بيحجبها عن الأرض، وهي حقيقة غائبة تماما عن كل التلسكوبات في العالم. نحن بحاجة إلى تلسكوب خصوصي للمرأة تحديدا، لأنه خفر المرأة وحياء المرأة وخجل المرأة وخصوصا جماعة برج العذراء هم يلي بيخلونا نكتشف مكونات الكسوف الحقيقي في الحياة وفي العالم. بالمناسبة أنا حابب أقول لك كل الناس اللي عم يشوفونا الآن أنه لازم ندير بالنا، الخطر محدق، محدق جدا رغم كل العواطف، لكن الخطر محدق في الحياة. يعني مثلا مدن كثير ممكن تتدمر، مؤسسات، معامل، قوافل، نوافل، محافل، تنابل، حتى الفلافل، كل ما هو على وزن ممكن أن تدمر. وأرجو أن تغلق. هذا هو والله هذا هو. ليش هيك؟ شو يعني؟ يا نظيرة، أنا تاركني قسم النسوان وآخذ قسم الرجال، أقل منا شوف رأسها؟ الرأس لبيش يا أسمر يا أبو شعر كنيش، لكنت في صاحب السر والإشعاع. مولانا ما يرتاح وما يتأمل. إيه بسيطة، ما بدنا نزعجه، بس إذا بتريدي بدك تسمحي لنا نفوت نشوف تمديدات المي إذا بدها شي صيانة، لأنه أنا عبيده من مؤسسة المياه. ومن أيمة المي بتبعت حدا لجوات البيوت؟ بس لبيت مولانا،
يعني بدها تحول المي كلها تلهون قبل ما توزعها على البيوت مشان الناس تشرب مي مباركة. وانا صبوح من مؤسسة الكهرباء، مؤسسة الكهرباء مشان تعالج انقطاع التيار الكهربائي ارتأت انه تفوتوا لبيت مولانا اول شيء وبعدين توزعوا على البلد، وهيك بصير 24 على 24 ما بيلوصوا بيقوا على كيفه. برافو عليهن. وشو بيطلع لنا عالشي؟ يلي بتأمروه مولادنا انتي ومولانا. بنص بالنص، على كل قرش بتدخلوا مؤسسة المي ومؤسسة الكهرباء. فوتوا على الصالون، حركوا. رفيجي؟ هيك قالوا. أنا ما فهمت شي من كل اللي قلتيه. ولا أنا. هلا يعملوا اللي بدهم إياه، المهم إنه أفي دفع مصاري. أكيد ما في دفع مصاري. أكيد، وكل ما واحد فتح الحنفية ببيته لازم يجوا يحاسبونا على النص وعلى الفواتير. شو لكان؟ بدنا نوزع مي عشان ببلاش؟ أو بيصير؟ وبيحاسبونا على الفواتير. حلو. مؤسسة الهاتف ما عندها شي مشاكل الحمد لله ياها. بعرف. الخلوي مثلا. مو معقول، مو معقول يا مولانا، شفت نورك عم يشع من ثقب المفتاح، عم شدني لعنده ما قدرت قاوم، أنا متأكد إنه بيضوي كل البلد. ضب. دنبك انت. والمهم عند البير اللي ما له قرار انت عبيده المبيع المزود يلي مات بالحج من عامين وهو عم يرجم جاي ترجمني قبل ما ترجمني الله يخليك يا مولانا شهوه تحت باطك اسمع امك افتكار كانت متوحمة على اللحمة وأبوك المرحوم كان بخيل حي دايتك أم ظهير لحقت أبوك أول امبارح بعد الظهر يا معلم يا معلم بس اعطينا فرصه نشرح لك الحاله كلها لا كلها ولا نصها انا بعرف واحد مع واحد بيصيروا اثنين وغير هيك ما بعرف بدي نتائج نتائج شفيق لازم يصير خاتم باصبعي فهمان لازم نلحق العمليه هي خطه عمرنا يا بني ادم فهمان حاضر معلم مولانا لا لازم خبره يا لطيف Thank you.
انا لو بعرف غير اللي قلت لك يا كنت حكيت يا مولانا. المعلم سره ما بيقوله لحدا، بيقول نفسه بس. وقال كمان انه هي ضربة العمر وبده شفي. قصده عنك يا مولانا. لسه في شي ما بقيته، وانا تاركك لحتى تبقه لحالك، لانه اذا عملت هلا جلسة تأمل بكشف كسبك. وانا بغضب عليك وغضبي صعب. بوس ايدك لا تغضب، اعدم عيوني كل شي بعرفه حكيت لك اياه. بدك صدق يستر اختك. صدقني روح على بيتك. ايه بس انا ما بقدر اتركك، المعلم مو مضمون وشرير كمان. انا حارسني الله يا ابني، بدي نام، صار وقت القيلولة. ايه نام يا مولانا نام، وانا هون بالصالون حارسك. قبلت بك حرسا. اسمع يا ابني، اذا اجوا بغيابي الجان او احد من ملوكهم استقبلهم بالحفاوة والترحاب، واسلق لهم بيض وطعميهم يا بقشره، وانت اعمل التمرين التاسع. على عيني ورح اصقيهم حليب كمان. يلي بدك يا لبن العصفور بجبلك يا، المهم دعاك وبركاتك، ولا تبخلي علي برأيك. طلبي اطلعي بوشي، ما بيلبق لكم وزيرة؟ بس هيك يعني سهلة؟ طلعي فيه منيح منيح منيح. فار فار فار، ترك الليل وطلع بالنهار، واثقة واثقة يا مولاتنا. بدي اسأل وبدك تجاوب. أمرك. شو بتعرفي عنه؟ بتاكل وبتشرب وبتنام. غير هيك. وبتتفرج على التلفزيون. غير هيك. بستحي لك يا مولاتنا. غير هيك. غير هيك شو في؟ في ناس مملاقية شغل، بتعرفي عنها شيء؟ لا. ممتاز. في ناس ما تشتغل بس راتبها بكفيها، تعرفي عنا شيء؟ لا. ممتاز. وفي ناس قضاياها موقفة بالمحاكم على كلمة تؤجل الجلسة، تعرفي عنا شيء؟ لا. كمان ممتاز. وفي ناس معاملاتها موقفة بالدوائر، تعرفي عنا شيء؟ لا. بدك تصيري وزيرة. يا ريت يا مولاتنا يا ريت. ولك انت الخرجة تصيري وزيرة وبس، والباقي كله خس. بس بدك شي 40-50 جلسة عنده بيمشي حالك، بيضيه لهالفعل. أنا مبارح عملت جلسة تأمل مخصوص مشانك ومشان مشكلة زواجك، لقيت انه لسه في امل، في امل. لا تيأس، من هون لعشرين 25 سنة بالكتير الا ما تستعيد ثقتك بنفسك. 40 أو 45 سنة كمان ممكن تكون خاطب ومتجوز، واكتشفت انك ما عشت مثل ما عاشوا بقية الاولاد اللي من جيلك. لهيك بدي ارجع عيشك طفولتك من اول وجديد، ومشان هيك جبت لك هالالعاب هدول بتلعب فيهم 6 مرات اليوم، قبل الافطار وبعد الافطار، قبل الغداء وبعد الغداء، قبل العشاء وبعد العشاء. شو بدي احكي لك يا مولانا؟ لا احكي لك، كله من ابي. ابي كان يضربني، كنت اذا اشتهيت لعبه كان يكسر لي اياها، واذا حبيت روح مشوار ما يخليه، واذا اجى لعندي رفيق مشان العب انا وياه كان يقلعه. ولك امي، أمي أمي إذا دافعت عني كان يضربها. تركي أنت بياها. لسه ما خلصت أنا. هات ولا أنا لك. خلص يقتلي خلقي خلاص.
تشربي قهوه؟ ابدي. اعمل لك كاسه شاي؟ ابدي. طيب شو رايك اعمل لك كاسه ليمون تروق لك دمي؟ كمان ابدي. نتركك ونمشي؟ لا. طيب اسمعي، نعمل لك حفله رقص؟ كمان لا. طيب مري، شو بدك نساوي نحن؟ ما لك بدي مين يناقرني وناقره؟ لك انت 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 مو حلوه منك هيك ما تنفذي اوامري؟ ولك عيب عليك يا عيب، رجعي ناقريني مثل اول. اعوذ بالله، معقوله نحن نوقف بوشك انت وانت مرت مولانا الطاهر؟ بدك مولانا يغضب منا بسبب غضبك علينا؟ ولك ما رح خليه يغضب، ما رح خليه يغضب. لك بس رجعي ناقري شوي، لك شوي بس. لك حاسه في شيء هيك يناقصني؟ ولك في شيء ما يغلي بدمي؟ قوموا. ليش وقفته؟ انت قلتي. لك قولوا لا، قعدوا. ليش قعدته؟ انت امرتي. لك وبعدين 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 كيف بدي ارجع انبسط انا مثل اول؟ كيف؟ ولك حتى شفيق ما عاد ناقر لي. مولانا طاهر وقلبه كبير. قوموا لشوف، قوموا. انت ولي سميره؟ نعم. جوزك عجيق وابي فهم وعيونه زايغه. وانا هيك كنت عم بقول، شفتي يا ايمان يخرب بيته من حاله، شو بتريديني اعمل؟ انا مستعده اعمل. بدك يعني اقلعه؟ بقلعه. بتعرفي انه البيت باسمي؟ ها. ولكن انقلعوا من هون، انقلعوا. شوف. وانا هو انت كمان. يلا خلصوني منكم.